صربة تاكيوت، صربة كتمثل دوار تاكيوت، جماعة أولى إقليم الزلال. صربة منسجمة مختلطة، فيها شباب وشيوخ، وفي بعض الأحيان حتى الدراري الصغار. صربة منسجمة، شاركات في العديد من التظاهرات، منها المحلية ومنها الإقليمية وحتى الجهوية. بعد المسافة كتخليهم كلهم عزيمة وإصرار أنهم يشدوا الرحال للموسم في المكان حسب الاختيار ديالهم وحسب المشاورة ديال أعضاء الصربة مع المقدم اللي كيقود هذه الصربة. الصربة الحالية كيقودها المقدم سميتو إبراهيم بامو، ولكن عندها تاريخ عريق. قوم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صربة من الصربات. حلقتنا اليوم خصناها صربة تاكيوت، جماعة أولى إقليم الزلال. هذه الصربة اللي عندها تاريخ كبير وغادي نتكلموا عليه من بعد، ما كديرش غير التبوريدة فقط، كدير حتى الفولكلور الشعبي اللي هو أحواش. قبل ما ندخلوا التفاصيل خليكم تشاهدوا هذا المقطع ونتلاقوا من بعد. فرقة تاكيوت جماعة أولى إقليم الزلال سنة 1870 بقيادة العلام محنيت حماد. كانوا آنذاك كيركبوا معاه الركابة التاليين: محو حسين، نيت بوستا، محمد أزروال، أبو قارون، محنيت تودا، من الجيل اللي كانوا كيشكلوا فرقة إنتكتو. اللي كنقولوا فرقة إنتكتو كنقولوا فرقة جتي وطلوطا، مع مجموعة اللي كتكون من أيت بن سيدي، أيت مري، طلبة، أيت العسري، أيت مولاي، محني ميمون، الحاج نيت عبد الله، إجبلين، دحمن أيت الشو، محني توز الماض، أيت خويا، أيت دحمن. ومن بعد انشقت فرقة تاكيوت بشكل مؤقت، يعني كتنشق بشكل مؤقت ملي كيكون الموسم قريب، يعني كيكون شي موسم قريب من المنطقه كتنشق، كتولي فرقه الراسه. وملي كيكون شي موسم بعيد كتجمعوا عاوتاني كفرقه إنتكتو جتي وطلوطا، جتي وطلوطا، وكيمشيو للمواسم اللي هي بعيده. واستمر موح نيت حماد في المقدمية حتى سنه 1980. ومن بعد جا الجيل الثاني مع المقدم موح عبد الله تيميلا، واستمر حتى هو حتى 1987. ثم جاء المقدم احمد الحسن، احمد الحسن حتى هو اللي استمر الجيل ديالو حتى سنه 2013. هذا الجيل الثالث كان كيتكون من محمد لوطا، محمد بوستا، وبسو محمد، احمد ومحمد، امزان نيمولين، ابراهيم ايت علي، اوكوش محمد، محمد موح عبد الله، ازروال بن الحاج، بن الحاج حدو، بن سي محمد نيت حسين، محمد وموح، وزيد وزيد. القائمه طويله من دوك القدام اللي اعطاو الشيء الكثير للتبوريده التقليديه رغم البساطه رغم قله الامكانيات. وكان انا ذاك الحاج مصطفى بوستا اللي باقي تيركب مع الجيل الحالي، كان انا ذاك طفل في عمره 11 سنه وكيركب مع هذا الجيل ديال 2013. من بعد جاء الجيل الرابع،
اللي هو باقي لحد الآن مع المقدم إبراهيم بامو، اللي شارك في بزاف ديال المواسم وبزاف ديال المهرجانات، من ضمنهم الموسم ديال فنون الأطلس الزلال، وولا تاكلا تنانت أيت محمد، والقائمة طويلة وطويلة بزاف. دابا غادي ندوزو التشكيلة الحالية اللي كتركب مع إبراهيم بامو. المقدم من طبيعة الحال هو إبراهيم بامو، تركب معاه الحاج مصطفى بوستة، عزيز قشوشي، محمد قشوشي، بوستة محمد بن علي، القليب محمد، تيميلا محمد، أمر عبد الرحيم، أمر رشيد، بامو إسماعيل، بامو إبراهيم، أنوى إبراهيم، إبراهيم وتفريت، أيتود عبد اللطيف، حسن زاهر، جمال إيقور، وهشام لوطا. الحصول شلا ما يتقال في هذه الفرقة. هذه الفرقة هذه فرقة هي من مختلطة، فيها شباب وشيوخ، فيها كيلعبوا بالزي الأبيض الناصع، بعد مرات كيبدلوا، فيهم الناس حريفية قدام. ومهم تربة عريقة عندها تاريخ كبير وتاريخ عريق. المهم ما تنساوش تابونوا معنا في لاشين ديالنا في اليوتيوب، وديروا تفعيل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد. نتلاقاو في حلقة جديدة مع صربة اخرى من الصربات في برنامج صربة من الصربات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اكل بارود.